السلام عليكم الخوت. اليوم غادي نقدم لكم سر من الاسرار ديالي، علاش انا كنقد نركز في العلم وما كتاثرش عليا السوشيال ميديا. وهذه المنظومه هذه لا طبقتيها انا متاكد 100% بلي ما يبقاش عندك ديك المشكله ديال السوشيال ميديا. وهذه عطاوها لكاع الدراري الصغار باش يعرفوا مع من كيتعاملوا هما وكيفاش يتعاملوا مع الامر. اوكي الخوت، نبداو النظام الاول في منظومه ديال التركيز. هذه المنظومه هذه الانظمه ديالها كاملين سهلين، ماشي شي حاجه واي واحد مفكر فيهم، غير هما تكملوا بعضياتهم. النظام الاول هو نظام العقاب، يعني اي واحد سهل بالقدرات العقليه ديالك متابعو انت، والسهل بالقدرات العقليه ديالك لا رحمه لا شفقه، دي زابوني. نبداو في النظام الثاني اللي هو نظام التخصص. نعطي واحد المثال، مثلا يوتيوب كتعطيك ثلاثه ديال لي زاكاونت ممكن تفتحهم، وكل اكاونت كتعاملك به كانك شخص منفصل. بهذيك التقنيه غادي نستغلوها، وغادي في كل اكاونت غادي ناخذ واحد التخصص. مثلا الاكاونت الاول تكنولوجيا، الاكاونت الثاني مثلا شي بحث كما كان، بحث تاريخي ولا بحث سياسي ولا اللي كان، المهم على حسب المجالات ديال بنادم فين كيبغي يتخصص. مثلا هادشي اللي غندير باش تبقى ديما يوتيوب طلع ليا غير داكشي اللي في مجال التخصص ديالي، ما تبقاش تهربني عليه. دابا غادي ندخلوا للنظام الثالث اللي هو الدخول في الكواليس. هاد النظام هذا تيخول لك تعرف اشنو كيطرى، كيفاش بنادم المؤثرين كيتلعبوا بالعقول الضعيفه باش كيسيطروا عليهم وتيخليهم ديما تابعينهم وتيحبوهم وتيديروا لهم اي شيء كيطلبوا. خاصك انت تكون مؤثر، واخا يكون عندك غير 3 ديال لي زابوني، تاثر فيهم وتلعب بالعقول ديالهم باش تفهم كيفاش المنظومه ملعوبه. اوكي الخوت، دابا غادي ندخلوا للنظام الرابع اللي هو نظام الحفظ، وهو نظام سهل. هذا النظام هذا تيخليك بانك اللي عجبتك لي بوست اللي عجبوك او الفيديوهات اللي عجبوك غدير لهم حفظ، باش ما تبقاش تدخل نيشان من لاكوي ديال مثلا اليوتيوب. شنو منين غادي تدخل؟ غتدخل من النظام ديال الحفظ، ديما غتدخل من لي بلاي ليست ديالك، غتدخل تبدا تفرج حتى الا بغيتي الجديد غتمشي تلتقطو من لي زاكوي وتجي. المهم باش نقول لك واحد الحاجه، باش تكون عارف واحد الحاجه المهمه راه غتوصلك بزز منك، حيت حنا ولينا في واحد العالم بحال واحد القريه صغيره. اوكي نجيو دابا نظام البحث. نظام البحث هذا تيبغي واحد النيه، تكون صارمه شويه، باش قبل ما تدخل لاكوي تبدا تبحث على الفيديوهات الجديد باش تشوفهم، خصك تكون عندها واحد النيه صارمه على شنو الكاليتي وشنو النوع ديال الفيديوهات اللي بغات تشوف، عاد دخل لهم تشوفهم. نظام البحث اللي عجبني غنبدا نحطو في نظام الحفظ، قلت لكم باش نبقى ندخل نيشان من نظام الحفظ نبقى نشوف الفيديوهات من نظام الحفظ. السلام خوت، دابا ندخلوا للنظام السادس اللي هو نظام الراحه. دابا كتجي واحد الوقيته ديال الضعف الانسان، تيبغي يتفرج مثلا في التفاهه، تيبغي يتفرج من التفاهه وتيبغي يدخل مثلا طوندونس وتفرج داكشي الجديد اللي كاين وكذا، عادي غير هو منين بغي ندخل لهذا النظام اللي هو الراحه العقليه، مثلا شنو غندير؟ ما ندخلش بلي زاكاونت ديالي، زاكاونت ديالي اللي فيهم تخصصات، غادي ندخل انكونيتو، راه كاينه في يوتيوب، في الابليكاسيون ديال يوتيوب، يعني بحال ندخل كشخص مجهول، ندخل شخص مجهول ونتفرج داكشي التخربيق ديالي، انا ما نتفرجش ونسالي، هذيك الساعه ندخل المعقول. ودابا عندي هذا النظام ما قبل الاخير اللي هو نظام الابتعاد. هنا خاصني نخصص واحد شي فترات في الاسبوع، مثلا واحد نهار مثلا في الاسبوع نبتعد على هادشي كامل اللي كندير، واخا كاع التفاهه، واخا نبغي نتفرج تفاهه لا ما نتفرجش فيها، ندير واحد النظام الابتعاد. خصني نقدر القيمه اللي عايش فيها انايا، كاينين الناس ما عندهمش كونيكسيون، ما عندهمش تليفون، وما عندهمش بيسي، وما عندهمش، خصني نقدر بعدا داكشي اللي عندي، باش من بعد نبغي نجي نتعامل معاه كانه شي حاجه عندها قيمه، وشي حاجه كتضيف لي شي قيمه في دماغي اللي خصني نقدرها ونستافد منها على قدر الامكان. نظام التعويض هو ببساطه تكون عندي ديما ديك القابليه ديال نعوض عقليه بعقليه، او نقدر نفورماطي العقليه ديالي ترجع ديما ازيرو. مثلا دابا مثلا عندي شي اكاونت مثلا في يوتيوب، مثلا غادي تيفسق، غادي تيخرج على داكشي اللي مخطط ليه انايا، نقدر كاع نسيبريميه، كاع ديزاكتيفيه في خطره، ونجبد اكاونت جديد من الاول ونبدا من الاول. هاد العقليه خصها تكون في الانسان الا بغى ينجح. والسلام عليكم.